أهلا وسهلا يوم فيك. أزرق يعني، هذا شو أهلا وسهلا تمهيدا فيك. لعودة الرئيس سعد الحريري يبدو، يعني يعني رجع الرئيس سعد الحريري، حسب المعلومات، كيف عودته؟ أنه حسب بشكل المعلومات عودته؟ أنه راجع، أنه عادة بيجي هو بكل 14 نعم. شباط. هلأ الشكل والمضمون لهلأ ما في شيء نهائي، بس في معلومات من أكثر من مصدر أنه في إمكانية لإعادة تفعيل دور تيار المستقبل بالمرحلة المقبلة، لأنه خلال سنتين الماضيتين تقريبا لم يستطع أحد أن يملأ الفراغ الذي تركه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل. هناك حاجة لما يمكن تسميته الزعامة السنية مركزية، لأنه تشتتت الزعامة السنية بين نواب جدد ونواب قدماء وقوى إسلامية وقوى تقليدية، الأستاذ فيصل كرامي مثلا. لذلك في حاجة يبدو. المؤشر الثاني أنا ما تأكدت منه، أنه هناك إشارات من السعوديين برفع ما يسمى الحظر إلى على عودة تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري. الإشارة اللي عملها النائب ألان عون بمجلس النواب ليست إشارة يعني من فراغ، أنه اشتقنا لك لرئيس سعد الحريري. أحد الوزراء السابقين والقريب جدا من بيت الحريري ومن الرئيس فؤاد السنيورة بيأكد أن هناك معلومات لديه عن جو سعودي جديد تجاه الرئيس سعد الحريري، وعن توافق إيراني سعودي على إعادة ترتيب الأمور بما يضمن عودة الرئيس سعد الحريري. كل هذه تشير الله. طبعا الشباب القريبين مثل الأستاذ محمد نمر أو غيره اللي بيعرفوا بيتابعوا طيار بيأكدوا أنه العودة قائمة لوك جديد. هلا ما بعرف شو الصيغة، واضح اليوم ولا في انتخابات بلدية إذا ما تم تأجيلها، أو تيار المستقبل بدأ يستعد لخوض الانتخابات. إضافة أنه بالأشهر الماضية صار في إعادة تفعيل مكانات تيار المستقبل بكل النقابات، يعني محامين، مهندسين، أو إضافة لما كانوا في تحضير أرضية يعني في شيء لعودة يعني. فهذا بيأشر إذا تمت الأمور بهذه الصيغة، يعني بالأخير يعني بيت الحريري لم يغلق يعني، ولا يزال يعني رغم كل الضغط اللي تعرض له والظروف الصعبة لا يزال هناك حالة شعبية مؤمنة بهذا القرار. والإشكال الأكبر هو أنه ما كان في بديل بمستوى الفراغ اللي حصل، ويمكن كمان في خوف، ما بعرف هذا إذا أضيف، من بعد طوفان الأقصى ودور اللي لعبته حماس بطوفان الأقصى و تصاعد التيار الإسلامي في الساحة السنية بالذات، يعني جماعة إسلامية وقوى أخرى، قد يكون هناك خوف أن تستقطب الجماعات الإسلامية الشارع السني، بينما تيار المطلوب هو الاعتدال. ممكن يجي تحت عنوان أنه نرجع لملمة الأمور، وأنا تقديره ولا يزال هناك كتلة نيابية وإن كانت لم تعلن بشكل رسمي تعتبر نفسها تقريبا بتعبر عن بيئة تيار المستقبل، واللي هي كتلة الاعتدال. كتلة الاعتدال، والوزير النائب السابق هادي حباش هو أمين سرة. نعم. مما يعني أن هناك ما يسمى المعطيات مهيئة. هلأ بيبقى يعني نقطتين مهمين بعودة الرئيس سعد الحريري. أول شيء موضوع السعودي، إذا صحت المعلومات أنه لم يعد هناك فيتو سعودي. النقطة الثانية والمهمة، هلا في كلام امبارح سمعناه من زميلنا داوود رمال أنه في تواصل مستمر بين الرئيس سعد الحريري والسفير البخاري. ما عندي معلومات، بس في شخصية يعني قريبة كثير من السعوديين ومن بيت الحريري بتأكد أن حسب معلوماتها أن ليس هناك فيتو، لم يعد هناك فيتو. الشغلة الثانية اللي هي القدرات والإمكانيات، يعني أي عودة للحياة السياسية بدها إمكانيات، والرئيس سعد الحريري بالسنوات الماضية عانى بالموضوع المادي واضطر نعم. إنه يسكر مؤسسات. هل يمتلك القدرات والإمكانيات لعودته؟ أما الأرضية فهي مهيئة، يعني رغم كل الأسى ورغم كل الإحباط الذي أصيب به تيار المستقبل، لكن لا يزال هناك عصب سني موجود وقد يمتد إلى طوائف أخرى، يعني ما لا يزال هناك. هذه الحالة قد تمهد، إذا مش بالضرورة ب 14 شباط يتم العودة الكاملة، لكن قد تكون 14 شباط هي مرحلة أو هي تمهيد للعودة إذا حصل، خصوصا أنها مرفقة بكل ما تتفضل به حضرتك، يعني خصوصا أنه هذه العودة مرفقة بإعادة تحضير وكودرة يمكن تيار المستقبل،
والأهم أنا برأيي هو إذا ترافقت هذه بالتسوية اللي عم بيتم ترتيبها على مستوى المنطقة، يعني في حال وصلت المفاوضات بموضوع قطاع غزة إلى نهايتها والكل عم بلش يبحث اليوم على كل المستويات اليوم التالي. نعم، يعني هلا رح نحكي فيها، بس سؤال هو طبعا كلنا بنعرف انه اذا بدك استقاله او الاستقاله المرحليه خلينا نقول للرئيس سعد الحريري، التعليق السياسي الحياه السياسيه للرئيس الحريري كانت بسبب مش بس بسبب امور داخليه انما ايضا مع المملكه العربيه السعوديه. صحيح. وانه كان هذا هو خيار المملكه. اليوم ما الذي جعل المملكه العربيه السعوديه تغير يعني تبدل موقفها من هذا الموضوع؟ هلا اذا صحت المعلومات، انا ما في احكي انه غيرت كل المعلومات اللي عم تشار انه السبب الاول اللي حكيناه انه عن الاسلاميين، انه موضوع جماعات التيارات الاسلاميه وما بعد طوفان الاقصى هناك حاجه لتيار معتدل. السبب الثاني عدم وجود او نشوء قيادي او زعامي سنيه تستطيع ان تكون مستقطبه وتكون مركزيه، يعني كل مع احترامي لكل الشخصيات السنيه وكلهم كل واحد له دوره بموقعه، لكن لم ينشا حاله مركزيه. يعني ما شفنا قوه مركزيه قادره تستقطب من كل المناطق اللبنانيه. طبعا في شخصيات مناطقيه، شفنا زعامات مناطقيه، في الجماعه الاسلاميه تنظيم موجود لكنه لم لا يستقطب الحاله الشعبيه، عنده حضوره وقوي بالفتره بس الاخيره. بس كان انه عاتبنا عليه او الزعل يلي صار او الخلاف هو بسبب سلوكه في السلطه. هلا طيب في ملاحظه، طيب هلا السعوديه راحت على علاقه جيده مع ايران ولاحقا مع حزب الله حسب المعلومات، انه في مؤشرات الى كمان نوع من تقارب سعودي مع حزب الله. يعني على اي مستوى؟ كيف؟ لانه على علمنا انه ولا اي لقاء. يعني لا ما صحيح، ممكن ترجع هلا انا تقديري، بس ما في لحد هلا ولا لقاء بين السعودي واي شخصية. يعني اول شيء احد اهم المشكلات بين السعوديه وبين حزب الله هي موضوع اليمن، واليمن رحنا على مرحله جديده والسعوديه سلكت بالصراع الاخير الحياد، يعني ما عملت اي موقف تجاه انصار الله رغم كل الضغط الامريكي، وحتى ما دخلت بتحالف الازدهار. النقطه الثانيه الخطاب اللي كان معتمده حزب الله تجاه دول الخليج، لاحظنا حتى بمعركه طوفان الاقصى حرص حزب الله خصوصا تحت انصار الله على ارسال رسائل طمأنية تجاه كل الدول العربية، حتى اللي مختلف معه بالسياسة، حتى مصر والأردن كان عم بيطمنهم. صحيح. عم بيأكد لهم أنه معركة حماس ومعركة غزة هي بتحمي الأمن القومي، وحسب معلوماتي أنه في رسائل متبادلة يعني بين القيادة السعودية وبين حزب الله سابقا، لكن ما وصلت إلى النتيجة الإيجابية. أنا تقديري اليوم الظرف أصبح أكثر مهيأ للعلاقة، لأن المرحلة التي سندخل فيها مرحلة مختلفة. خلينا نبلش الاجتماع الأخير بين السفير الإيراني والسفير السعودي، زيارته كان كتير إيجابي حسب معلومات المصادر. السفير الإيراني كان كتير مرتاح لهذا اللقاء. لماذا حصلت هذه الزيارة؟ هلا السفير الإيراني بيقول أنه هذه جزء من زياراته البروتوكولية لكل زملائه، لكن أنا تقديري لا يمكن للسفير الإيراني يروح يزور السفير السعودي بهذا الوقت إلا عندما يكون هناك ظرف مناسب إقليمي أو داخلي. نعم. النقطة الثانية أنه كمان السفير السعودي ما بيستقبل السفير الإيراني إلا إذا في إشارة إيجابية من وزارة الخارجية. لاحظنا خلال هالفترة خصوصا خلال معركة طوفان الأقصى أن التواصل السعودي الإيراني كان مستمر، ولم يصدر عن إيران أي إشارة سلبية تجاه السعودية ولا عن حزب الله. يعني هناك هذا الجو، إذا كان هذا سبب من أسباب الاعتراض على الرئيس سعد الحريري ينتفي اليوم بانتفاء أسبابه. والشيء الثاني حتى العلاقة مع التيار العوني، بعد تقريبا 3-4 أيام التيار الوطن الحر بده يعمل مؤتمر بالبي بعتقد حول وثيقة الأخوة الإنسانية اللي هي وقعت بالإمارات بين شيخ الأزهر والفاتيكان، ليحرص تيار الوطن الحر لإحياء هذه المناسبة بمش ست، يعني مش عم يحيي ست شباط تحالفه مع حزب الله، عم يحيي وثيقة الأخوة الإنسانية بخمس شباط. كمان قد تكون رسالة من تيار الوطن الحر للدول العربية إلى أن هناك إعادة تموضع جديد للتيار، بسياسات التيار، وهذه كمان
بتفتح صفحة بتجي من بعد جديدة. خلافه مع حزب الله يعني, يعني تباين يعني في تباين بعد هلا ما وصلوا للخلاف النهائي يعني انه لا تزال العلاقات بس انه واضح بس انه واضح انه التيار الوطني الحر اليوم بدا باستراتيجيه جديده في رسم اذا بدك تموضع وعلاقات انت عارف مني بالتيار لا 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 انا ابدا مثلك بس واضح هلا طبعا التيار هو بمرحله فينا نقول مرحله جديده لكن النهايات انا برايي مرتبطه بالانتخاب الرئاسي يعني التباين بينه وبين حزب الله رغم انه وصل الى مستوى كثير عالي جدا لكن كان في حرص من الطرفين على عدم قطع خطوات التواصل نعم. وابقاء حوار ولجنه حوار وبحث لكن حتى الان لم يصل الى حد التباين النهائي نعم فهلا في مرحله جديده انا برايي حتى لبنانيا سيدخل لبنان بمرحله جديده غزة. يعني اذا وقفت الحرب بغزه مرحله جديده على كل المستويات